أهلا بكم. أربع خلاصات يمكن استخراجها من كلام العماد عون بالأمس. لن تكون أولا، لن تكون حكومة ميثاقية بغياب مكون سياسي أساسي مسيحي عنها هو التيار الوطني الحر. ثانيا، اتهام الرئيس المكلف بالفئوية والعبثية وتجاوز الدستور، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الخلاف والسجال إلى هذا الحد بين العماد عون والرئيس المكلف. ثالثا، سقوط فكرة الحكومة الجامعة السياسية. رابعا، التحضر لمرحلة ما بعد حكومة الأمر الواقع. أهلا بكم في حوار اليوم، وأهلا بالمونسينيور كميل مبارك رئيس جامعة الحكمي. أهلا وسهلا فيك محترم. أهلا فيك، الله يحفظك. قراءتك للتطورات الـ 24 ساعة الأخيرة إذا بتسمح. أولا، القراءة ما لازم تبلش بالـ 24 ساعة. القراءة هيئتها عم نعيد القراءة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ويبدو أنه كان في صعوبات إقليمية حلحلوها وصار في صعوبات داخلية صعوبتها منا سهلة. المشكلة برأيي أنا أبعد من تشكيل حكومة. المشكلة برأيي بعد ما صار في تفاهم على بنيان الوطن، لما بيقرروا كل المسؤولين بكل التيارات والأحزاب والقوى الفاعلة على الأرض وحتى الصامتين، لما بيقرروا بنيان الوطن بيصير في مجال لحلحلة العقد. أما الطروحات اللي عم تنطرح لحلحلة العقد فعم تشكل عقد جديدة، بمعنى أنه إذا بتحل مشكل لتخلق مشكل أكبر منه ما بتكون حليت المشكل. بدك تحل المشكل تما يخلق أكبر منه، بجوز يخلق أصغر منه ماشي الحال، بس إنه هذه الطروحات اللي عم نسمع فيها اليوم واللي عم تنحط بالواجهة واللي عم تنقال بالعلن وبالسر، شو النوايا الورا منها، شو الأهداف اللي عم تخلي المسؤولين يطرحوا هذه الحلول، للحقيقة بشي بحير، وبديش أقول شي يقلق بس شي بحير، إنه في إشياء مش وقتها، في إشياء مش وقتها، وفي إشياء عم تنزت بالإعلام وكأنها مرحلة أنه شوفوا شو بده يصير، يعني نوع من تنبيه مسبق للي بده يصير بكرة، وهذا ما بيكون مشروع بنيان وطن، هذا بيكون مشروع بعدنا مثل ما كنا، كل واحد بده يشوف شو بيطلع له أكتر ما بيطلع له، وكل واحد بده يجرب يبعد الآخر. يا عزيزي، ما لبنان مبني على تفاهمات ثابتة وراسخة، وكرس الدستور وكرس الطائف، فإذا أنت منك راضي عن هذه الأمور لشو كرستها؟ في إذا عم نحكي بقضايا بدنا نسميهم بالدور، مثلا نحكى عن المداورة بهذا الزمن اللي ما عمراش المداورة شهرين ثلاثة، طيب أوكي ليش ما تداورنا بعشرين سنة؟ هيت أشوف واحد اثنين، إذا بدنا نتداور عشو بدنا نتداور؟ على حقيبة وزارية وبس؟ شو عم نلعب لورينار باس باس أشكان أسانتور مثل أولاد الصغار؟ مش هيك بتكون السلطة اللي همها الأول الخير العام وخير الناس وفرح الناس وسعادة الناس ومستقبل الناس، مش هيك بتكون المداورة. أوكي حابين تبحثوا بالمداورة، بتنبحث المداورة بكل هيكلية الدولة كلها، هيكلية الدولة مش هيئتها ماشي نحو المداورة، بالعكس ماشي نحو إلغاء بعض الفئات من هذا المجتمع الأساسي. فإذا كان بدك تلغي بالدور من هذه الإدارة ثم توصل للوزارة ثم توصل بعدين لكل السلطات الأخرى، بيقول لي مفتاحك وين بده صب بالآخر. في خطأ هيكلي في الفكر اللي عم ينطرح لحل المشاكل هذه المداورة. ثم حكومة عمرة إذا كان عمرة لانتخابات الرئاسي، فحرزاني هالمداورة من هلأ لأيار؟ يعني ما فهمت أنا، بدي أطرح السؤال، إذا مفكرين أنه تبقى هذه الحكومة تستلم الحكم بغياب الرئيس وما يصير انتخابات رئيس، قولولنا من هلأ. لا، المشروع النظامي الدستوري القانوني الشرعي اللي بينقبل من كل الناس ومن كل المسؤولين في هذا الوطن وفي خارج هذا الوطن، أنه هذه الحكومة مهمتها الأولى انتخابات ثم بعد منها انتخابات،
بتفل هاي الحكومة بيجي حكومة تانية. هذه المهمة الشرعية، هذه المهمة الشرعية مش حرزاني لنحط فيها شي مداورة شي حصص شي هيدا إلي شي هيدا مش إلي، مش حرزاني إطلاقا. كانوا بالماضي يا عزيزي وقت كان عندهم هم استمرار الدولة بعيشها المشترك وتآخي الناس مع بعضهم البعض، كانوا بأزمات من هالنوع يعملوا حكومة رباعية. بتتذكر صحيح حكومة رباعية مهمتها هيك خلصت خبرية. هذه 58 عدة مرات عملوا وقت عملها من بعد ثورة 58 رئيس 58 شهاب فؤاد الشهاب الله يرحمه. الله يرحمه. فإذا في مهمات صعبة بدأ حلول صعبة. نحن هلأ أمام مهمة وين وصلنا؟ إذا بدنا نقرر نرسم خارطة الحركة تبع المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية، أنا بشوفها وصلت على آخر البيست، شو بتسموه البيست، على آخر المدرج المسار، على آخر المدرج تبع الطيارة. يعني يا بدها تقلع يا بدها تصطدم بالحائط. فإذا يا أيها الإخوان الكرام يلي عم تسعوا في سبيل بنيان هذا الوطن، إذا نوايكم بنيان هذا الوطن، هذه الأساليب اللي عم تعتمدوها لبنيان هذا الوطن يبدو إنها منها الزبط. أما النقطة الثانية يلي إذا بتحب بلش فيها ويما بتسألني أنت ما بعرف. تفضل تفضل. فهي رئاسة تمام بايك سلام. تمام بايك سلام منحبه ومنحترمه، ابن بيت عريق في السياسة اللبنانية، وكل عمره أيام بيو صاحب سلام الله يرحمه كان عنده شعار كتير مهم مشينا فيه لمدة طويلة، التفهم والتفاهم. إذا في عليه صحيح التفهم والتفاهم، فيا تمام بيك شعار بيك ممتاز، في تفهم وتفاهم. فما في سلطة هذه حكومة خدوا خدوها تيكيت أور بريكيت، لا مش مزبوط، هاي ما بتمشي بالبلد هون عنا، هاي ما بتمشي. ولما بيشعر فريق من اللبنانيين مهما كان هذا الفريق وأينما اتسعت رقعة وجود هذا الفريق، لما بيشعر انه في غبن بحقه، في اجحاف بحقه، في حذف لوجوده الفاعل في العمل السياسي في لبنان، نحن منوقف معه ومنسانده ومندعم موقفه لحتى ترجع الامور لنصابها الطبيعي وتتكامل نشاطات القوى الفاعلة على الارض اللبنانية حتى يستمر البلد بألف خير. ندعي ولو كان ابننا العيش المشترك، نحن خلقنا العيش المشترك ونحن نادينا بالعيش المشترك وكل رسائلنا تدعو إلى العيش المشترك أو التعايش معا بأخوة ومحبة ومسؤولية. ولكن هذا التعايش لما أنا بلاحظ، أولا التعايش بده صيانة، بده صيانة دائمة، مش قصة فكرة من زتة، لا صايبنا بالتعايش مثل حقوق الإنسان ببعض الدول، كل الحكومات بتتبناها وما حدا بينفذها. فنحن هون كل مرة بيطلعوا بيخطبوا لي على التلفزيونات وبالإذاعات بالعيش المشترك وما حدا بيأمن فيه عن جد، ما حدا بيأمن فيه عن جد. فإذا الميثاق قال لك والطائف قال لك أنه كل صيغة تناقض مبدأ العيش المشترك صيغة مرفوضة حكما، فأنت لما اليوم بدك تيجي تشكل عقبة في درب دخول القوى الفاعلة بحسب أحجامها إلى هذه الحكومة أو تلك، فمعناتها عم تغلط غلطة دستورية أو غلطة ميثاقية لبنانية. هذه الغلطة ابن سلام ما بيحملها، ما بيقبل يغلطها، ما بيقبل يغلطها، إذا بيرجع لتاريخه ما بيقبل يغلطها. هلأ شو في ضغوطات عليه من هون ومن هون ومن برا ومن جوا ومن الكتل الأخرى وما شابه ذلك، بس هيدي مش غلطة بيت سلام، ولا مرة شفناها بغلطات بيت سلام بهالوضوح. بعتقد أنا بتأمل صغير من تمام بيك بشوف أنه هذه غلطة بيت سلام ما بيرتكبوها، ما بيقبلوا يرتكبوها شو ما كان الدافع اللي جاي وراها. قادر يا أستاذي تحذف حضرتك شريحة من مكونات المجتمع اللبناني الأساسية والأولى؟ كيفك تحذفها؟ بتقلي مش حذفها، عم جيب وبحط. مش أنت اللي بتجيبه بتحط، ما هي كل شريحة عم تتمثل بمن يمثلها. ليش شريحتك حضرتك بدك تمثلها وشريحتي أنا مش أنا بدي مثلها، أنت بدك تمثلها. حضرتك بتمثل كل الدولة اللبنانية، ما اختلفنا على راسنا، يوم اللي بتاخد الثقة الحكومي بتمثلني كله، ما عندي شك بهذا الأمر. بس اليوم بتحضير بتوليف، بيقولوا له توليف أوراق تشكيل الحكومة، لا في شرائح بدأت تبدي رأيها، مين سأل مين؟ ما عندي علم. مين قال أنا
بشوفها هيك والتاني رفض ما عندي علم. إذا في مشاورات، هذه المشاورات ما حصلت كما يجب برأيي أنا، ما حصلت كما يجب باطلاع من الإعلام اللي بنسمعه ونقراه وبالإصغاء إلى أهل الشأن بالبلد وبقراءتنا لعلامات الأزمة اللي عم نشوفها قدام منا. هذه العلامات يبدو أنه تسير نحو الدرب المقفل المسدود. لا، بدك تشكل حكومة مين مكان بتشكل الحكومة، مش عم بحكي عن هون تمام بيك، بس أي رئيس حكومة بده يجي اليوم، الحكومة مش حكومة عادية ولا لزمن عادي. شو في صاغ بالبلد لحتى نعمل حكومة عادية لزمن عادي؟ شو في صاغ؟ الاقتصاد صاغ؟ أبدا. العلاقات مع بعض الدول صاغ إطلاقا. وجود الأغراب على الأرض اللبنانية إن كانوا أشقاء أو غير أشقاء صاغ إطلاقا. المسألة الاجتماعية صاغ أبدا. المسألة السياسية ما في شيء راكب ببعض البعض. فإذا بدك حكومة استثنائية مش حكومة عادية، مع احترامي لكل المطروحة أسماء وما عرفتش منين طبعا، بس اليوم بالظرف الاستثنائي بدك علاج استثنائي. إذا معترفين إنه ظرف استثنائي نحن فيه، تفضلوا جيبوا علاج استثنائي. وأنا برأيي العلاج الاستثنائي بالحكومة بيكون إنك تشارك فيها كل القوى اللي قادرة تقرر، مش القوى اللي مش قادرة تقرر. أو بدي أرجع لمعلمي على التليفون أسأله شو بدي أقول وشو بدي أحكي وكيف بدي أمضي وكيف ما بدي أمضي. لا، خطأ، خطأ تكتيكي وبالنهاية خطأ استراتيجي. هذه الحكومة اللي ممكن تكون بهالظرف بدها تكون حكومة جامعة كل اللبنانيين مع بعضهم البعض، كلهم بدون استثناء. وكل اللبنانيين معروف منين، يعني إذا واحد بده غرب بالغربان لا يعرف منين اللبنانيين وينقي مثل العدس، مش رح يعطي هالنتيجة. لا، ما معروف القصة ونية، ما حدا بيقدر ينكر فلان وين وشو دوره وفلان وين وشو دوره وفلان وين وشو دوره، معروف القصص. فما فينا نجي نعمل حكومة تستغني عن هذه القوى إنه هلأ مش دوركم. شو مش دوركم؟ أبداً. كان في مدرسة أيام السورية، مدرسة الوصاية، قالوا إنه السوريين حاكمين بأمرهم وهن عم بينفذوا البدونية، ما فينا نعمل شيء إلا أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً. فلوا السوريين من لبنان بال2005، لكن هذه المدرسة، هذا الفكر، هذه الورطة بعد موجودة عند بعض لبنانيين بيتولوا السلطة حالياً. هل ظلمناهم كتير للسوريين نحن بادعائنا انه الوصاية تبعيتهم ما خلتنا نتحرك، خصوصا على المسيحيين؟ اولا مش قليل ما عملوا بوجودهم باكيد، وبنوع خاص على المسيحيين. اشطونا البدو اشطونا ايه، واخذوا بعض الامور يلي كان ممكن ما ياخذوها وتستمر الامور، وصار اللي صار بسيئات غير مرغوب فيها ولا تنذكر وما تنعاد، مثل ما بيقولوا مش تنذكر وتنعاد، تنذكر بس ما تنعاد إن شاء الله. ولكن هذه الذهنية اللي تفضلت وطرحتها بسؤالك يا أستاذي، هذه الذهنية صارت هيئتها انتقلت العدوى إلى شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني الفاعلة على المجتمع اللبناني. لا، هذه أنت كنت عم تشكي من هذا السلوك السيء اللي عملوا فيك الوجود السوري، فبتيجي انت اليوم بتمارس نفس الطريقة بالتعاطي مع المجتمع اللبناني بنفس الطريقة اللي كان يتعاطى فيها الوجود السوري. اوكي، بالوقت قلنا لا للوجود السوري وغيرنا كان عم بيقول ايه، اوكي اهلا وسهلا، اختلفنا بالرأي، بس هلأ فل الوجود السوري عسكريا بالقليل، يمكن بعد في عنده شوية علاقة مع الإدارات اللي خلفها هون، ما بالنهاية ورتي هذه القصة. ومن المستفيدين من هذه الأمور منهم من يستفاد ومنهم من ظلم، عراسي. بس أنت اليوم عم تتعاطى، خاصة وأنه يبدو بالظاهر يبدو وبالباطن بعتقد صحيحة، اجوا الجماعات الفاعلة المؤثرة من خارج البلاد على هذه البلاد وقالوا لنا دبروا حالكم، نحن راضين تعملوا حكومة جامعة للوطن. مش هيك اجوا دخلك؟ ما اجى السعودي والإيراني والفرنساوي حكي والأمريكاني حكي وما شابه. بدي افترض انا هذه التدخلات الإقليمية والدولية بعد فاعلة، بس اجوا قالوا لكم غسلنا دينا، تفضلوا اعملوا حكومة على قياس الوطن. ليش ما بدهم يعملوا حكومة أس وطن؟ لأول مرة حرروا من الضغوط، إذا حرروا ما بعرف، بس يبدو بالكلام اللي سمعناه وقشعناه حررت الأشخاص من المسؤولين، يعني من الضغوط الخارجية لتعملوا حكومة مثل ما لازم تكون في قلب الوطن
أنتوا تحكموا مثل ما لازم تحكموا لمستقبل إن شاء الله يكون زاهر ونو. فإذا عم يبرهنوا وكأنه لازم يضلوا تحت وصاية أمر معين، ما بيجوز. ما حدا قاصر، إذا قاصرين يستعفوا، وإذا معالنين بينهم وبين ذاتهم نحن عنا ولاء لبرا شي هون شي هون يقولوها لنفهم شو عم بيصير. بالنهاية لما قرينا بالإعلام وبين السطور الكلام اللي نقال من قبل القوى الفاعلة إقليميا، فهمنا هيك، فهمنا لا يمكن ما نكون فهمنا، ما بعرف، بس فهمنا من باب التفاؤل إنه القوى اللبنانية حررت من أي ضغط خارجي. تفضلوا تفاهموا مع بعضكم. ليه عم يصير هيك؟ ليه عم يصير حذف؟ ليه عم يصير إبعاد؟ ليه ما عم يصير أخذ بعين الاعتبار القوى الفاعلة على الأرض؟ يا أخي مين بده يأخذ قرار؟ بتقول لي حكومة حيادية، أوكي، أو حكومة أمر واقع، ما بعرف شو سموها. إذا أمر واقع الكلمة غلط، تعرف شو يعني الأمر الواقع عنا؟ يعني شيء مرت. فإذا كان حكومة أمر واقع يعني حكومة مرت. هذا بالمقارنة اللغوية، بالمقاربة اللغوية. أما حكومة حياديين، أنا بحث شوي بهالكلمة الحلوة. تفضل. بفهم أنا الحياد إنه ما يكون ملتزم مع حدا، عنده آراءه المستقلة وعنده رؤيته المستقبلية لهذا الوطن المستقل. يمكن يلتقى بلبنان أشخاص عندهم هذه الاستقلالية، بس اليوم إذا بدي أقرأ أنا شرائح المجتمع اللبناني وكتير من عناصر المجتمع اللبناني، ما بلاقي كتير ما حدا مش مسيس، ما بلاقي للدغري. هلأ ممكن تكون سياسته فيها انحراف للآخر، وممكن تكون سياسي معتدل، ما اختلفنا، بس ما بلاقي حدا مش مسيس. ثم يا عزيزي اللي عم تفكر بحكومة حيادية، يمكن تلاقي 24-30% يمكن تلاقي أشخاص نحترم وجودهم وسقفتهم ورؤيتهم لمستقبل لبنان، بس اليوم هذه الحكومة الحيادية إذا اصطدمت بأي مأزق على الأرض قادرة تأخذ موقف من هذا المأزق بدون ما تكون مسيسة؟ لا. فإذا يعني رح تجيب حيادية وبكرة رح تتسيس. فإذا لشو تجيب حيادية وبكرة رح تتسيس؟ جيبها من الأول فاعلة على الأرض. واحد، اثنين، عم نقرأ بقلب هذه الأسماء الحياديين نسمع شي بيقولوا فلان لفلان، شي بيقولوا فلان لعلتان. فكيف حيادي وبتقول فلان لفلان وفلان لعلتان؟ يا حيادي ما بتكون لحدا، نعم، يا مش حيادي. ثلاثة، هذه الحكومة الحيادية إذا ما اتفقوا عليها سلفا كل القوى الفاعلة، مين بيعطيها الثقة؟ أنا وأنت؟ ما بدناش ننزل على مجلس النيابة تاخذ الثقة؟ مين بيعطيها الثقة إذا كلهم أو معظمهم أو الأكثرية مش راضية عليها؟ معناتها هذه الحكومة الحيادية بيقولوا لها جاهضة جاهضة، إن شاء الله يتوفقوا فيها. أنا ما عندي اعتراض على الحكومة الحيادية شخصيا بالزمن يلي بيكون الحكومة الحيادية بدأت تمشي بالبلد، مثل وقت اللي عمله بالماضي حكومة الشباب مثلا، أوكي فشلت أوكي، بس عملوا حكومة يسموها حكومة الشباب أيام صائب بايك، ما ضاينت كتير، بس أيام صائب بايك شخصيات كانوا فيها كانوا رائعين جدا، أكاديميين تكنوقراط ناجحين بمجالات وإلى آخره، بس إدارة البلد يمكن ما بدها هيك، ما بعرف. وهذا الظرف مش مثل هيداك. نحن هلأ في عنا مليونين غريب على أرض لبنان، نحن هلأ في عنا يمكن 100,000 مسلح على أرض لبنان غير لبنانيين، ما عدا سلاح الفلسطيني وسلاح اللبناني. نحن هلأ في عنا نغمة جديدة هي الإرهاب والأصولية والتكفيرية والسلفية، هم كانوش كلهم بالماضي. نحن هلأ بجارة حد جارة هي سورية عم تنهار وبتتهدم، واقتتال طويل عريض وفرق عم تحارب بعضها بالشرق وبالشمال، وعنا إسرائيل بالجنوب كل يوم بتطلع فينا بالورب. نحن هلأ مش مثل هذاك الزمن يا أعزائنا، نحن هلأ بدنا نعمل حكومة صدم، بالعكس ما بدنا حكومة حيادية، بالعكس بدنا حكومة تقدر تمسك الأرض وتاخد قرارات قريبا جدا، بدهم يستحقوا القرارات مش بعيد، بدكم تاخدوا قرارات أمنية. حكومة حيادية فيها تاخد قرارات أمنية يا معلمي؟ ما فيها.
حكومة حيادية فيها تدبر الأمور الاقتصادية بجوز كتير منيح إن شاء الله، بس فيها تأخذ مواقف مما يجري حولنا في سوريا وفي إسرائيل؟ أكيد لا. حكومة حيادية بدها تنشب إعلان بعبدة يا خي عظيم، إعلان بعبدة على راسنا، بس إعلان بعبدة معمول لسنة 2021 مش لليوم، نحن 2014. إعلان بعبدة لدولة عايشة بالرفاه التام والأمان والسلام، يعني نحن إعلان بعبدة من كرسو بصورة من برزو، شغلة حلوة كتير. بس ظرفه هلأ، إذا ظرفه هلأ عظيم يمشوا فيه، بس أنا ماني شايف الظرف هلأ. بده هذا الإعلان بالضبط، هذا الإعلان بده نتفت ضخ حيوي لحتى يقدروا يتصرفوا مثل ما لازم يتصرفوا أمام الملمات اللي قادمة علينا. تفضل. أبونا بكركي بفهم أنه في خلاف سياسي بركي بوجهات النظر بين عماد عون وأفريقاء معينين، لكن ما هو السبب الذي يدفع بعض الأفريقاء الأساسيين لتجاهل رغبات وطلبات بكركي، وخصوصا سيدنا الراعي؟ سيدنا الراعي هلأ عم بيقول لا حكومة تكون ميثاقية من دون المكون المسيحي فيها، يلي هو التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وكل الممثلين الحقيقيين للمسيحيين. عم بيجي طرف هو القوات اللبنانية عم بيقول أنا ما بدي أتمثل، بدي حكومة حيادية ما يكون فيها حدا لا 8 ولا 14 أدار. كيف بدك يتلبى طلب بكركي وبذات الوقت في فريق عم بيقول أنا ما بدي أتمثل؟ في إشكالية معينة، كيف تشرحها؟ كيف تعطيها حل؟ هلأ حرية الرأي عنا أمر مقدس عزيزي. كل واحد حر يبدي رأيه بما يرى موافق هذا الرأي للظرف اللي عم بيقوله فيه، ولكن برأيي مفروض يكون هذا الرأي مدعم ليوصل فيه للآخر، مش يوصل لنص الطريق وبعدين يغير هذا الرأي. مش حلو، مش حلو بالتدبير الطويل النفس وبالتدبير استراتيجي للحكومة. اليوم بكركي بعتقد أنا عم تنظر لمرحلة طويلة من حياة المجتمع اللبناني، مش عم تنظر لثلاثة أشهر بس، عم تنظر لمرحلة طويلة، يمكن عم تنظر لعشر سنين. بهذه النظرة رأيت بكركي، وكنا عم نحكي بنفس النغمة تقريبا إذا بغير كلام بس بنفس التوجه، كنا عم نقول أنه هذه النظرة عم تقول يجب أن تشارك فيها كل القوى الفاعلة على الأرض. هلأ إذا واحد مش حبيب، هو شخصيا مش حبيب، بيقدر ما يحب، بس ما بيقدر يفرض على الآخرين أنه ما يحب. واحد بيقدر بكل بساطة ما يعطي الثقة للحكومة اللي جاي مش عخاطره، هذا المجتمع الديمقراطي هيك بيقول عادة، وبيقدر حتى يحارب بالكلام وبالمنطق في سبيل تحقيق وجهة نظره. بس يبدو على الأوراق المطروحة إنه ما حدا مع هذا التفكير بالواقع، يمكن بالكلام فيه كم حدا مع هذا التفكير. طيب كيف بده يكون واحد حيادي وجاي يمثل 14 أدار بمعظم شرائح؟ كيف بيكون حيادي؟ يعني بتكون أنت طلعت من هذا الفريق بهذه المرحلة؟ لا. اليوم إذا بدك تعمل حكومة حيادية بالمعنى المضبوط للكلام، بدك تجيب الأشخاص وتغربل لتلاقي حقيقة في تجرد كامل عند هؤلاء الأشخاص اللي بدون مثله. هذا أولا. ثانيا أنا شخصيا إذا إلي حق أقول هذا الكلام، نحن اليوم خاصة مسيحيا نحن اليوم في عملية استهداف إلنا، مش بلبنان بس، يبدو أنه بالشرق كله. هذا الاستهداف ما بقدر بقاومه بحكومة حيادية عم تستغني عني أبدا. هذا الاستهداف أنا بقومه بوجود أقوى من كل مرة أنا بكون جوا. أنا بدي يكون بالحكومة أقوى من كل مرة، واللي عم بيطمني من القوى الأخرى من الطوائف الأخرى بده ثبت هذا التطمين بوجودي جوا، مش يطمني أنه ما تخاف. ما حدا بيطمني أني ما خاف، أنا مش خايف، وما حدا بيتكرم علي بوزير أو غير وزير، ما حدا. أنا مش هذا طلبي. أنا طلبي اليوم في استهداف للوجود المسيحي في الشرق، ويمكن يكون بالبروغرام
في استهداف للوجود المسيحي في لبنان. فنحن شركاء أساسيين في هذه الدولة ومش هنتخلى عن هذه الشراكة. الحكومة الحيادية هي تخلي عن هذه الشراكة. كثير مهم الكلام. نعم. أبونا أين مصلحة بصراحة مثل ما منعهدك دائما، أين مصلحة الشيعة والطرف القوي فيهم هلا حزب الله؟ وين مصلحتهم؟ يراعوا السنة ويتجنبوا مزيد من الفتنة، واقعة الفتنة، مش ما واحد يتخبى وراء أصبعه. اللي عم بيصير هلا أقل كلمة بينقال فيه لا سمح الله هو فتنة بس خلص. يراعوا السنة ويشوفوا كيف بيرتبوا الوضع معهم، أم بيوقفوا إلى جانب المسيحيين وبشكل مظل معهم على الأقل تقي شرور الفتنة؟ أنت برأيك شو الوضع؟ أولا نحن لا نتمنى إطلاقا أن تشتعل الفتنة بين السنة والشيعة في لبنان كما هي مشتعلة في العراق وفي غير مطرح، ما بنتمنى أبدا، ولا هي من ذهنية المجتمع اللبناني إطلاقا. نحن عنا في لبنان ميزة خاصة منحب أن نحافظ عليها بكل تعاطينا بين الطوائف كلها. هذه الميزة هي قبول الآخر مع التعدد بالأفكار والآراء والتضامن والتعاون من أجل الخير. هذه ميزة لبنانية ما منلاقيها يمكن بكتير مطارح من العالم المختلط بالأجناس البشرية. ومنصلي أنه ما توقع هالفتنة بين السنة والشيعة، لأنه بكفينا ضحايا وبكفينا شهداء وبكفينا صور بشعة عم تطلع للعالم عن المجتمعات الحد منا، بدناش تطلع من عنا كمان، اكتفينا. هاي واحد. نعم. أما الغزل، هاي الكلمة استعملت قديما مع أيام كمال جنبلاط، استعملت الغزل السياسي. فأما الغزل السياسي ما بين حزب الله وتيار المستقبل فهذا الغزل نحن من ضده إطلاقا، وإذا أسمر ثمار يانعة وناضجة في سبيل الخير نحن من بارك هذا الغزل. ولكن الوقائع على الأرض بتدل أنه هذا الغزل لن يثمر مؤقت، فمن الأفضل التفاهم على ثوابت، مش غزل مفتوح على عمياني. هذا التفاهم على ثوابت أنه نحن ما بنتجاوز هذا الحد وأنتم ما بتتجاوزوا هذا الحد، ضمانا لعدم اشتعال الفتنة. نحن معه هذا الرأي 100%. أما الرصيد اللي بيضمن سلام، مدامك عم تحكي بالمذاهب والطوائف، نعم أكيد. أما الرصيد اللي بيضمن سلامة الطوائف في لبنان ومنها الطائفة الشيعية فهو الرصيد المسيحي أولا برأيي. وهذا الرصيد ليس جديد عبر التاريخ. إذا بتقرأ من 200 سنة لليوم، من 200 سنة لليوم كان في فتن تتردد وبأيام الدولة العثمانية تتكرر، وكان في طبعا كان في قبل التفاهم بين الدروز والموارنة في المرحلة الأولى، وحتى نقول اليوم باللغة الطبيعية نقول دروز والمسيحيين. ثم كانت عائلات الشيعة تقف إلى جانب المسيحيين ضد الدولة العثمانية. نعم. وهذا اللي خلى منعة الجبل إنها تستمر وتبقى. نعم. واليوم الضمانة للاستمرار هذه الطائفة مع تلك الطوائف الأخرى ومنها الطوائف المسيحية هو ما بدي أقول غزل، هو التفاهم أيضا على ثوابت مستقبلية من اليوم إلى ما شاء الله بيننا وبيننا كمسيحيين بالمطلق ومع الشيعة أولا ومع الدروز ثم مع السنة. ولكن الشيعة لحالهم إذا عم تحكي فتنة طائفية بينه وبين السنة مش مضمونة النتائج، مش مضمونة النتائج. بينما مصير الأقليات في المجتمعات وفي علم الاجتماع السياسي، مصير الأقليات وقدرهم أنهم يتفاهموا مع بعض، أنهم يتفاهموا مع بعض ردءا لكل طارئ قد يقضي على هذا وذاك. نعم. وسمعنا كلام عديد أو متكرر بأنه بالشرق الأوسط في حلف الأقليات، في مشروع لجمع الأقليات، يبدو أنه مش ضابط كتير في الدول الحد منا. يعني بسوريا مش مشروع حلف الأقليات أطلاقا عم بيودون، وهكذا بالعراق عم بيودون، وعندنا شو كنت تستنتج يعني بدون يودون. فحتى ما يودون فمعناتها في إيدينا ممدودة للي بريد بكل صدق يحط إيده معنا،
ونحن حاضرين لنفهم نحن وياه ومع الآخرين على مستقبل لبنان. نحن أم الصبي يا أستاذ، نحن نعتبر حالنا بالرغم من التشليحات اللي شلحونا إياها والحذف اللي حذفونا إياه والحدف الإداري اللي بيعدونا عنه والقرار السياسي اللي عم بيجربوا يبعدونا عنه نهائيا، نحن بعدنا لحد اليوم نعتبر حالنا أم الصبي. نحن كياننا مرتبط في هذا الوطن أبونا. نحن ما قلنا لبنان أولا من 10 سنين، نحن عم نقول لبنان أولا من 1500 سنة. فضل. قبل ما أخذ البريك، عشو مستندين المسيحية هلأ؟ كانوا بالزمانات على فرنسا، على روسيا، على النمسا، على كل الدول المسيحية مثلا أرثوذكسيا كاثوليكيا، هلأ عشو مستندين المسيحية؟ أول استناد لازم يستندوا المسيحية هني على بعضهم البعض قبل الاستناد الخارجي. هلأ مخانقين مع بعضهم البعض؟ مش بيقدروا يتخانقوا، بيقدروا يتفقوا مثل ما بيتخانقوا بيتفقوا، شو هالمشكلة يعني؟ بعدين في مبادئ أساسية بيقدروا يتفقوا عليها بدون ما يحكوا مع بعض، مش مشكلة كبيرة. فإذا أول ضمانة لثبات المسيحيين في هذا الوطن وبقائهم في هذه الأرض من الشرق الأوسط هو إنه يتضامنوا مع بعضهم البعض، مش يتضامنوا ضد غيرهم، لا مش عم نقول يتضامنوا ضد غيرهم، يتضامنوا مع بعضهم البعض حتى يكونوا حجر أساس في بنيان هذا الوطن ويتضامنوا مع كل الآخرين. فإذا كان شرزمات عديدة بدأت تفرق بيناتهم وكل فريق يروح مطرح، مش رح يكون عندهم ضمانة خارجية، مش رح يكون. رح بعطيك مثل، ما تاخذ بريك قبل؟ لا قول مثل وبعطيك مثل. افترض إجا الأمريكاني أو الروسي أو الفرنساوي أو الياباني وبرم على القيادات المسيحية وسألهم شو بدكم، كل واحد رح يعطي جواب، بيحمل شنطه بفل. هذه لغة الناس، أنا عم أقول لك لغة الشارع، لغة الناس. اليوم بدك تتضامن مع بعضك البعض، بدك تحط خطة عمل وحدة، بدك تحط استراتيجية وحدة لثباتك وصمودك وبقائك. وإذا إجي الدولة بدها تسألك تقول له تفضل هاي ورقتي كلنا سوا، مثل ما صار بال 75 وهيدا تقريبا تقريبا يعني صار. نحن بغير صورة شوي اليوم بس تقريبا بال 75 إجا دين براون قال نفله وقال الشباب حاضرين حضريكم 10,000 خيمة بأريزونا، فقالوا له فيلم من هون وعم ندفع حق هديك الفيلم من هون لحد هلا. فضي فكرك، هذه الورقة يجب أن تقوم بدون ما يكون يشعر الآخرون من طوائف الأخرى أنه عدائيتها ضدهم أبدا. أولا بدك ترتب بيتك، بس ترتب بيتك في 5-6 نقط أساسية يا أخي فيك تبني عليها هذا التفاهم. بعدين أنت بتكون مع هداك الفريق أو هداك الفريق مش مشكلة، مش مشكلة. أنا ما عم بطلب أنه يلتحموا مع بعضهم البعض ويخاصموا الآخرين إطلاقا. نحن من ميزتنا حرية الرأي قلت، ومن ميزتنا حرية التعاطي. فيك أنت تكون مع هذا الفريق وأنا مع كون هداك الفريق، بس بنكون متفاهمين على الأسس التي لا يجوز أن تمس. هذه الأسس التي لا يجوز أن تمس بعد ما اتفقوش عليها لازم يتفقوا عليها. بكركي حاولت أن تجمع هذه الأفكار وتجمع الأشخاص وتقرب النفوس من بعض البعض، لحد هلأ ما زبطت 100%، ما زبط. وعملوا مؤتمرات عديدة ولقاءات عديدة، رح نحكي عنها أكثر إذا بتسمح لي من بعد البريك. أبونا المونسينيور كبير مبارك رئيس جامعة الحكمة، بناخد أول بريك ونرجع. أهلا بكم مجددا في حوار اليوم مع رئيس جامعة الحكمة المونسينيور كميل مبارك. أهلا وسهلا فيك محترم، أنا بجدد شكري لك مجددا أنك شرفتنا اليوم على الحلقة. تسلم أبونا. بكركي أول ما أجا سيدنا الراعي حط قدامه عدة أهداف، أبرزها لم شمل المسيحيين أو زعمائهم على الأقل، لأنه المسيحيين من تحت أحسن بكثير مما هن من فوق بركي. لم شمل المسيحيين وجمعهم مع بعضهم ومصالحتهم على الأقل، قعدوا مع بعضهم. شغل الثاني التوصل إلى قانون انتخابات عادل بحق المسيحيين. يبدو أنه شغلتين للأسف بعضهم خانين مع بعضهم الزعماء. شغل الثاني لم يتم التوصل إلى
قانون انتخابي عادل وصحيح يمثل المسيحيين. هلأ صرنا بانتخابات الرئاسة. سيدنا الراعي امبارح محذر انه يلي عم بيحكي بالفراغ بده يضرب رئاسة الجمهورية، وحتى اي كلام عن تأجيل الانتخابات الرئاسي هو ضرب للموقع المسيحي الاول في الشرق الاوسط، ما في غيره هالموقع هل هناك نوع من تجاهل وتعمد وتقصد تجاهل دور بكركي، ام انه ظروف اخذي بدربة حتى بكركي؟ اولا بكركي قلعة مسيحية شرق أوسطية أنطاكية، واليوم صارت قلعة عالمية، وهذه القلعة تنظر من باب الأبوة والأخوة والصداقة إلى جميع من تتعاطى معها، أكانوا موارنة أم من طوائف مسيحية أخرى أم من طوائف محمدية أخرى. نعم. لهذا السبب الكلام اللي بتقوله بكركي، أولا مش أنا شغلتي دافع عن بكركي، كلامه بدافع عنه، بس بدي أقول الكلام لأنه طرح السؤال. أولا بكركي وما بحياته طلبت أمر للمسيحيين أو للموارنة فقط، عم تطلب بكركي ما تطلبه من أي مطرح بالعالم من أجل لبنان، كل لبنان وكل اللبنانيين. إذا بعد في حدا مش فهمانا هاي بيكون بدوش يفهم شو بدي أعمل له. إذا هو بدوش يفهم لما طالبت بالاستقلال شو طالبنا نستقل لحالنا، لما منطلب بحماية دولية للحدود اللبنانية شو بدنا نحمي حالنا بس، لما منطلب الأمم المتحدة تيجي تقعد على الحدود بيننا وبين إسرائيل شو عم نطلبها بس لنا. هذا الكلام واضح. ثم لما طالبنا بالحرية بخروج السوريين من لبنان بال 2001 يمكن 2000 نداء أيلول الشهير، نداء خروج بس من بيوتنا يما من كل اللبنانيين. إذن لازم يفهموا كل شرائح المجتمع اللبناني انه مطالب بكركي من اجل كل اللبنانيين ومن اجل ال 10452 كيلو متر مربع مساحه الارض اللبنانيه. هذه واضحه عندي انا ومن الضروري تكون واضحه عند الكل، مسيحيين وغير مسيحيين. واضح. نعم. لم الشمل اللي تفضلت وسالت عنه بالاول، من واجب البي انه يرعى شؤون اولاده اولا قبل الجيران وقبل الأصدقاء والأصحاب. فهاجي سيدنا البطرك كان مثل ما سيدنا البطرك قبل منه والقبل منه والقبل منه، أنه يكونوا أبناء الطائفة المارونية أولا متفاهمين مع بعضهم البعض، مش على خصومة، ما بدوا هن يكونوا كتلة وحدة لحتى يعيش ما يشعر أي إنسان أنه هذا التكتل ضده، بس بدوا يلغي الخصومة بيناتهم. يلغي الخصومة معناتها انه فيكم تلتقوا مع بعضكم البعض، فيكم تحكوا مع بعضكم البعض بمشاريع وطنيه طبعا هامه جدا، كل واحد بيبدي وجهه نظره وفي امكانيه اقناع واقتناع. ولكن اذا في ارتباطات حتمت عليكم انكم تكونوا منفصلين مع بعضكم البعض وملتزمين باخرين اللي هن مش انتم، صار الموضوع بطل قصه باي مع اولاده، صار موضوع عمل سياسي بامتياز. وهذا العمل السياسي إذا أنت عامل عقد معي فيك تفكه بكرمال سيدنا البطرك أو لا، ما فيكش تفكه. لهالسبب نحن مش عارفين، بس بنتمنى نعرف إذا ما في التزامات من القوى المسيحية تجاه القوى الأخرى في لبنان أو تجاه بعض الدول في الإقليم في المنطقة الشرق الأوسط، ساعتها ممكن بواب التفاهم ممكن تكون قريبة جدا. يبدو أنه حسب ما تبين قدامنا في أمور مستورة بعد مش معروفة. أنا بفهم أنه كل قائد يكون عنده حلم بالسلطة، بفهم كل إنسان عنده توجه يشغل حركته السياسية ليوصل للسلطة. يعني عند الموارنة في مرض رئيس الجمهورية ممكن بدهم يشغلوا أساليبهم ليوصلوا لهذه السلطة، إن كان فلان أو فلان أو فلان أو فلان بديش سميهم بس معروفين منين يعني. ولكن هل لك حق تشغل خططك كلها على حساب مجتمعك كله؟ أكيد لا، ما لك حق، ما لك حق تغلط بحق مجتمعك.
أبدا. مجتمع هو أولا المجتمع اللبناني كله، ثانيا المجتمع المسيحي، ثالثا طائفتك. نحن عايشين ببلد بعد الطائفة فيه تاخذ محله، ما فينا ننكر هذه التسمية، واللي عم يجرب ينكرها عم بيثبتها بدون ما يعرف، عم بيثبتها بدون ما يعرف. فإذا عندك مسؤولية مسيحية مارونية، ثم مسؤولية مسيحية شاملة، ثم مسؤولية وطنية. يبدو من بعض المواقف أنه هذه المسؤولية مش واضحة، في أهداف أبعد من ما إمكاناتنا أنه نشوفها، أهداف يعني جول هوني أبعد من أنه نشوفها. لها سبب ما نجحت أول خطة من خطة المسامحة والغفران ومد اليد، علما أنه كان في بالأول علاقات جيدة، مش عجيدة، مقبولة. ولما بتتنفس أو بتنفس الاحتقانات من فوق، بتنفس الاحتقانات عند القاعدة من تحت، وهذا شيء مهم جدا ولازم يعوله الشباب كله. واحد، اثنين، قانون الانتخابات اللي أخذ من حبر الناس ما يكفي للكلام عنه. نحن منا ضد ولا قانون إذا هذا القانون ديمقراطي 100% وينفذ تحت سلطة ديمقراطية 100% وبدون أهداف وأطماع، كل واحد بده يأكل من حصة التاني شو ما كان القانون. أور الواقع مش هيك يا أخي، الواقع مش هيك. الواقع اليوم هيدا بيقلك أنا بدي أخذ من عدد نوابك هالقد وهالقد، لا أعطيك واحد بدي خمسة. طيب كيف هالمنطق هي؟ كيف بدي يقبل فيه؟ مش ممكن يقبل فيه. لهالسبب طرح موضوع القانون اللي سمي قانون الأرثوذكسي، علما أنه هو مش قانون أرثوذكسي. قلت وبحب عيدة بلكي حدا بعد ما سمعه، أول ما طلع هذا القانون كل طائفة تنتخب نوابة، طلعوا إدمون نعيم. إدمون نعيم كان أمين نائب رئيس الحزب التقدم الاشتراكي اللي هو كمال جنبلاط، إياب كمال جنبلاط، وطيلعوا كرمال الدروز بهذاك الوقت، لأنه بأيام كمال شمعون صار في عملية حذف شوي هيك وهيك. طلع بهذا المبدأ كل طائفة تنتخب نوابة لحتى يرجع كل واحد يجيب زعمائه اللي بده هن، ووقتها ما مشوش فيه طبعا. والغريب أنه هلأ كمان مش ماشيين فيه، حتى الدروز اللي طلع كرمالهم بأول مشروع. هذا القانون مش لازم حدا يزعل منه، لأنه كل طائفة بتنتخب نوابة، أنا مش أنتخب لك نوابك، أنت بتنتخبهم، إن كنت في أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أو من الغرب للشرق. ولكن اللي عم يمنعه يقبل بهذا القانون هو أطماعه بحصتك، يعني بمبدأ اللي بنعمله كاريكاتير وقت كنا أولاد وبعدنا بنعمله لليوم، اللي إلي إلي وإلك، واللي إلك إلك بس. كيف؟ ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم. كيف؟ من له، من له يعطى ويزاد، ومن ليس له يؤخذ منه. بس مش يعطى، من له بيشفط وبيزيد، مش عم يعطي، ما حدا عم يعطيه. نعم. إذا قانون الانتخاب من الطبيعي بالدول الديمقراطية، أول صورة عن الديمقراطية في الوطن هو قانون الانتخابات، أول صورة. وهذا القانون لازم نعرف كلنا أنه منه منزل، بيتغير من مدة لمدة، بيتغير، بيتغير بحسب النمو الديمقراطي بالوطن، بيتغير بحسب التوزيع الديمغرافي بالوطن، بيتغير بحسب اتساع ورقعة النشاط الاقتصادي في الوطن. فإذا قانون الانتخابات منه إنجيل أو قرآن، منه ما أبدا، هذا قانون وضعي بحطوه الناس. لهالسبب لا منضل على هالقانون. يخي مين حطوا هالقانون؟ شو الله حطوا حتى نضل عليه؟ بيضل عليه لأنه هذا عم يعطيك أكتر. واليوم لما بدي اتبع سياسة الغالب والمغلوب، الغالب بده يتصرف مثل ما بده. يعني لما غلبوه على ألمانيا بالحرب العالمية الأولى، جابوه على فرساي مضوا ومضوا الألمان على الزل. لما ربح هتلر الحرب بالحرب العالمية الثانية، مضاهم بفرساي بنفس المحل اللي مضي على الزل، مضي على الانتصار. فاليوم إذا بالمجتمع اللبناني يسمحوا لي فيها الخبرية، ما شيء تفضل، هي مش هيك يعني، بس بجوز توصل لهون فيسمحوا لنا فيها. فاليوم بالمجتمع اللبناني إذا أنت أو أنت من القيادات اللبنانية أو من الأحزاب اللبنانية أو من التيارات اللبنانية أو من الطوائف اللبنانية بدك تتصرف معي على أساس أنت ربحان الحرب، روح أمو الوطن لحالك. نعم. وأنا هلأ بقوله ومسؤول عنه، إذا الحكومة اللي بدها تطلع
حكومة حذف الدور المسيحي بيكون بلا شرف كل مسيحي بفوت فيها. يفلوا وخلوا يعملوا حكومة لحالهم لشوف. نعم. أما إذا فيهاش حذف فأهلا وسهلا بمين بيجي، ما عندي مشكلة. بس إذا في محاولة حذف للدور المسيحي مهما كان هذا الدور المسيحي، ما حدا يطمع بكرسي على حساب طايفته كله ومذهبه كله وقرايبه كله وأصحابه كلهم، لأنه فارق من الوطن. بدك تترك الكرسي، خلي اللي طمعان فيها يعمل حكومة لحاله لشوف بيقدر يعمل ما بيقدر يعمل. تتوقع تجاوب؟ تتوقع أنه في مسيحيين؟ إذا في شرف إيه بتصير، وإذا في شرف يصطف له، شو أنا بدي إزرع لهم شرف؟ تفضل. لبنان الكيان قام على ثنائية درزية مارونية، لبنان الدولي الميثاق قام على ثنائية سنية مارونية. طيب اللي عم نشوفه هلأ أنه في ثنائية سنية شيعية من دون أي تحريض لا سمح الله، ومن دون أي تحامل. هل انتهى دور الموارنة والدروز بصراحة أبونا؟ أنا بقول لك من باب التوقع، إذا انتهى دور المسيحيين في هذا الوطن حط حالك بمناخ حرب تبدأ ولا تنتهي، وحط حالك بمناخ رجعة إلى التخلف في هذا الوطن من هلأ لمئات السنين. لأنه نحن عم نحكي عن دروز كمان، ما دروز معنا شو دروز اخوتنا شو معجين احنا وياهم فرد بيت. انا عبول انه هل انتهى دورهم اثنيناتهم؟ بيهدوا شوي زيادة، بيهدوا بس مش ما بيهدوا عطول. فضي فكرة وهن يفضوا فكرة دروز في فتاوى تكفيرية بحقهم من 700 سنة. نحن ما بيدبروا حلو معتبرين اهل معتبرين اهل كتاب نحن واليهود، بس في فتاوى بحقهم للدروز تبيح. بالدبلوماسية السياسية بتتغير هذه الفتاوى، مش مشكلة. والأخوة الإنسانية والجيرة والقرابة وال بغيروا هذه الفتاوى. المهم أنه نرجع لقاعدة حزام الأقليات، هذا الحزام يجب أن يتضامن. نحن من مهماتنا كمسيحيين، هون عم بحكي من مهماتنا اللاهوتية الدينية، زرع السلام بين الناس ومن شكل أمورتيسور، حائط رد للصدمات بين الجماعات اللبنانية، واقي الصدمات من بين الجماعات. فإذا شلنا دورنا من هذا المجتمع، عد معي شو بده يصير. بدون يعيشوا المسلمين بحالة حرب مع إسرائيل لا هوادة فيها، ما يخمنوا أنه رح يصير في سلم بين وبين إسرائيل، ولو كان صار في سلم هلأ بين إسرائيل وبعض الدول. اثنين، رح يصيروا بحالة حرب بين بعضهم البعض على النفوذ وعلى التسلط وعلى أخذ الدولة. نعم، والحرب بيناتهم بفل الأمورتيسور رح تكون شنيعة جدا. لهذا السبب ما ببشرهم بالخير إذا نحن فلينا إطلاقا. من حسنات وجودنا أنه ممكن نشكل ضمانة للسلام في هذا الوطن، من حسنات وجودنا. هذه الضمانة بستحي أولى، يعني هذا الكلام اللي عم أقوله بقزز، مش حلو أنك عم تفرجي صورة أنه أنت إذا فليت كلهم بشعين، لا مش هيك قصدي. وإذا أنت فليت أنه رح يأكلوا بعضهم، لا مش هيك قصدي. بس قصدي لما بيتمرن الفكر البشري على اللقاء التعددي، بيصير عنده قدرة على قبول الآخر أكثر من التربية على الفكر الآحادي. نعم، الإخوان مربيين على فكرة آحادي. شو بدي أعمل لك؟ هيك عم بيبين قدامنا هلا، خاصة بالتكفيريين والسلفيين وما شابه، فكر آحادي. ما أنا ما عندي شيء ضده، يمكن إني مقتنعين إنه عم يحققوا العدالة على الأرض، حرين يصطفلوا. بس إذا أنت مربى على فكر أحادي رح ترفض الآخر، بينما إذا تربيت على فكر تعددي بوجودنا مش رح ترفض الآخر، حتى ولو كان في خصومة بينك وبينه مذهبية وعقائدية ودينية، مش رح ترفضه. رح تختلف أنت وياه، أو يصير في اختلاف بالرأي أنت وياه، بس بضل في عندك مساحة لقبول الآخر، لأنه ربيان تربية تعددية، ونحن وجودنا ضماني لهذه التعددية، وهك وجود دروز وهك وجود طوائف أخرى يعني مثل بعضنا. هل انتهى لبنان التعددي أم سيبقى رغم عن الأحاديين ورغم عن الناس اللي عندهم توجه إلغائي وأقصائي؟ شو مقومات بقاء لبنان تعددي برأيك؟ أولا، بقاء لبنان التعددي رهن بإرادة أبنائه. أوكي. مش رهن بإرادة خارجية، لأنه الإرادات الخارجية بجوز بداش لبنان يكون موجود من الأساس كله، بداش ما ضمنونا للسوريين لفترة من الزمن،
ومين بيقول لك بكره ما بيضمنونا للاسرائيليين او لليمنيين؟ مين بيقول لك؟ فاذا اراده ابنائه هي مقومات صموده امام الازمات الخطيره. بينسال السؤال الثلاثي، في عقد يجب ان نحله، ماذا يجب ان افعل وكيف يجب ان افعل ولماذا يجب ان افعل. حلو. واذا بدي اوصل للماذا دغري، هل لبنان ضروره في هذا الشرق الاوسط او لا؟ اذا مش ضروره يقولوا مش ضروره وروحوا فلوا، اما اذا كان ضروره فلا يبنى هذا اللبنان الا بعائلات الروحيه كلها وبقرارات واعيه ورؤيه مستقبليه واضحه. يا بدنا نعيش سوا يا بدناش نعيش سوا. اذا بدناش نعيش سوا من الاول، واذا بدنا نعيش سوا الطريق اللي ماشيين فيها يا اخوان هلا مش طريق بتدل انه بدكم يانا نعيش معكم. نعم، صايبنا معهم للاخوان مثل هذاك اللي طلب ايد عروس، قال له انا وامي وبي راضيين، بعد فيه وامه وبي. طيب ما نحن عم ندق على وتر العيش المشترك ونغني لكم يا شباب التش التش تعولوا عنا، ليش انت بدك تحمل وجه المدفع وتقدفني؟ شي من الاداره، شي من الاراضي، تشتري لي ارضي وبيتي وتقول لي روح فل، شي من النفوذ السياسي، شي من الانتخابات بدك تطلع النوابي، ولخي ما هو كلهم بيهددوا العيش المشترك، بيهددوه. باول الحرب اللبنانيه طلعوا لنا بنغمه احرجونا فاخرجونا، بتذكر؟ احرجونا فاخرجونا، وقال لهم كميل شمعون بدنا نتعاون مع الشيطان. شو لا بدك تردني لهالموقع هذا؟ لا صحيح. قصة العزل، قصة العزل اللي صار ما العزل بعده ماشي بس لابس كفوف. يعني بالحرب ما قدروا عملوا اللي بدهم يعملوه، بالسلم عم يعملوا اللي بدهم يعملوه، مش مزبوطة. نحن وياكم حاطين ايدنا ببعضنا البعض، عم بتقلي بايام الدوله وقت كنا نحن والدروز ثم نحن والسنه، كانت صلاحيات رئيس الجمهوريه صلاحيات ملك، حط ايده بايد رياض الصلح بشارة الخوري وما عملوا شغله الا ما عملوها سوا. صحيح. ما تجاوز، مش ما استعمل صلاحياته، ما استعملهم لصلاحياته، بالعكس استعمل الاخوه بين المواطنين واستعمل إرادة البقاء معا حتى نعيش سوا ونكمل سوا. فلا هذا يعني الصلاحيات ما لها أهمية بقدر ما الأشخاص طبعاً لهم أهمية. طبعاً يعني رياض الصلح وبشارة الخوري كانوا قامتين كبيرتين في تاريخ حطوا لبنان، حطوا إيدهم ببعضهم البعض، لكن الشخص هو اللي بيأثر أكثر من الصلاحيات. أيضاً الصلاحيات لها دور، أكيد الصلاحيات لها دور، ولكن إذا الشخص بده يستغل هذه الصلاحيات للأذى بيقدر يستغل، أو بيستغل النفوذ السياسي للأذى مثل ما صاير معنا هلا. بقول لك هاي نغمة المدورة، لو خي حاجه تحكي لا انه بدنا نبقى، يعني بقى ما اذا تمسكوا بشغل النبي بعشي يشلحون اياها، شو هالمداوره هاي؟ بقى غلط، الفكره غلط. خذ بدهم كلهم بالادارات في 84 فئه اولى، تنقول 84 يمكن 86 شو بعرف، 42 النص مش هيك؟ الفئه الاولى نص لنا مش هيك؟ فمن اصل 42 في شي وحده او اثنين او ثلاثه هن فعالين والباقيين كلهم مش معنا. وني المداورة؟ وني المناصفة الشرعية؟ وني المناصفة العادلة؟ مش مزبوط، عم تحدفني من الدولة، عم تزيحني لبرا. دير بالك إذا زحتني لبرا رح تنزح أنت كمان، لأنه الدولة ما بتوقف على فرد إجر يلي هي أنت. أنا بدي أشكرك مونسينيور كميل مبارك رئيس جامعة الحكمة، كالعادة الحلقة معك دائما قيمة ومثمرة، ودائما نخلص نحن وياك بإذن الله بنتائج وتمنيات وتحذيرات. خلينا اياك من مغبة الوقوع في المحظور. انا بدي اشكرك. بعد في دقيقة احكي، تفضل تفضل، في ارفض لك طلب. في شيء بيقولوا له بالتدابير المهمة والعقل اللبناني واعي لهذه المسألة، والكلمة مش من عندي، من كلام القديس اللي بدنا نطوبه بعد شوي، القديس هو جون بول دو يوحنا بولس الثاني، بيقول القرارات الخطيرة ما بكفي تكون شرعية، لأنه اليوم عم تسمع شيء نسائي شيء دستوري شيء ما شابه ذلك، شرعية يعني. القرارات الخطيرة ما بكفي تكون شرعية، بدها تكون شرعية وحسنة. نعم، حسنة بمعنى تتلائم مع المكونات لهذا الوطن، وشرعية لا تخالف الدستور والقوانين والأنظمة المعمول فيها في البلد. فعملوا معروف أمام مأزق نحن فيه، خلي يكون العمل اللي بكم تعملوه يا فخامة الرئيس ويا تمام بيك ويا أيها الفعل الناشطين بالمجال اللبناني، خلي يكون عملكم كله شرعي وحسن بنفس الوقت. شكرا لك، شكرا لمشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.